كمان بنبارك للكابتن محمد مجدي حمزه لاعب الاهلي لالعاب القوى اللي تاهل لدوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو. مجدي فاز بالمركز الاول في دفع الجله ورمى 21.29 متر في بطوله القاهره الكبرى المؤهله لطوكيو. ده واحد من الارقام العالميه، اقترب من المستوى العالمي. ايوه. فان يبقى عندك بطل بيرمي 21.29 اعتقد ده بمزيد من الاهتمام ممكن يبقى عندنا ناجي اسعد جديد. طيب مصطفى الجمل كان فاز بالمركز الاول في الاطاحه بالمطرقه ورمى 74.50 متر، وحقق شهاب عبد العزيز المركز الاول في القرص ورمى 58.95 متر. ام الالعاب في الاهلي بخير. هو الاهلي انت يعني مع الجيش والاهلي هم العاب القوى في مصر. يعني انديه الجيش والاهلي العاب القوى في مصر، والاهلي تحديدا لانه من زمان العمليه متجزره جدا ومترسخه وده اللي انا يعني النهارده اصبح الاهلي لديه مسؤوليه. يعني هو لما تشوف ميزانيه العاب القوى في النادي الاهلي لا يعني ميزانيه كبيره جدا، لكن لماذا يتحملها الاهلي؟ والناس غير مهتميه بالعاب القوى في مصر للاسف الشديد، يعني لان دي مسؤوليته تجاه الرياضه المصريه.